أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على منهاج دعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيثما ذي استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملاقى هاي الحلقة نوسع حمان سولغي في الموضوع، يا الموضوع نغرة القلة القيمة خاثرة إثم ذي استماع يا الموضوع نمشتي يا بنادمي الحياة تنس أهي خدمت ربي سبحانه وتعالى ذي سيتشا هو الخيرات أهي وفقت ذي ربحي الدوني ذي خرا استضيع أثين خوش إذا غرصي الضع. الموضوع تخيط ما ذي استماع هو الصلوات الخمس. ناس العلماء الصلوات الخمس ينشعب تيس 21 زي شعب الإيمان. الصلوات الخمس هي تظليت نظا نظلا قاس تنظلا خمسة المرات. من يمشينا يخسب ندم أي تظليت، من يمشينا يخسب ندم أذي يد ذي يخدم حمد يوض غير تيزي نثن يصرح غير مولانا سبحانه وتعالى. تظليت إثما ذي استماع يمشينا ذي داني القرآن الكريم يدودي الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عثين طفر ضيفنخ ربي عز وجل لخيتيني وأقيموا الصلاة. المعنى هو والدخ أن ربي لخيتيني هاتين تظليت هاتين الفرض يضغفوا انتيا خمسان تظلي وين هاتين طفر ضيفن تمشينا إن النبي صلى الله عليه وسلم خمسان تظلا ربي سبحانه وتعالى يفرضها ضيفنخ تظليت أي تماذي استماع. يدد قال الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الحاج تم زوالوت نخذيت حسب بنادم هي تظليت. مش تصحى هاتين كل شيء يصحى يصور تصحي هاتين أو ذي ميقنا يصحان. فلذلك يخساتي المجهود حما تظليت تدور تضيع لأن ربي تبارك وتعالى إن ياخ هاتين تظليت تحدد لقتنس وريخصة تضيع وريخصة السفوغ دلوقتنس. ربي تبارك وتعالى إن ياخ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن أخ ربي سبحانه وتعالى هاتين تظل التفرض غيفون أها غرسي الوقت ني تحدد وليخساتي تسفر زيديكس. ولذلك ربي عز وجل إن ياخ هاتين أيا عنداس أيا عنداسي وني السفوغ تظليت في الوقتنس أيا عنداسي وني ضيع تظليت. إن أخ مولانا عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ماذا عن صلاتهم ساهون أي وينتي أرتي الضياع ورسك الحقنس. لذلك إثما ذي استماع بنادم شيراذي ربح أتيل الحياة تنس تبرع يرين نفسنس يصفى يخصى أذي تظل تظليت الوقتنس. أهي علم زي العلماء الفقهاء يمشي نايت قا تظليت أتيل تصحى تصفى يمشي نار تتقى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشينا دي داني الحديث لستيني بلال أضغف سيرضى ربي يا بلال ريحة خص تظليت أريحنا بها يا بلال لأن ذي التفى الراحة تظليت وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحاش أن ذي ستعجبني بزاف أن ذي التفى الراحة البال هي تظليت ماخ لأن ربي تبارك وتعالى يخ تظليت يا الفرصة أنك بنادم ذي السريد نوبنس أري السريد سيئات نيا لأن بنادم وخيار ذي وحل لابد ذي خضوع. إذا مش يخضع يخصى أذي عوم يخصات أذي السرد يخصات أذي زكاء الزكاء نقول ثاردان نقول هو تظليت ندى يتقى بنادم. لذلك يدد قال الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ياخ بأن بنادم أديك شم تظليت أها إهيا لضونس دلخشوعنس دلركوعنس ربي سبحانه وتعالى ذا سيتسامح يويني الذنوب ربي عز وجل ذا سيريد زويني زي الحوايج نيعوجن الذي دقى الحديث كذلك ذا يتشرحنا يا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة دخلتني في ظلال خمسة ذا نتقى تظليت الجمعة إن أخذ العمر أنا ذا يتقى بنادم هاتي ذا سيريد انت صاحة بنادم سيردنت ولون لمدن زيونيان سيئات الأثام. ولذلك يما وتما
تظليت شانس يتهزغر مولانا عز وجل. ربي تبارك وتعالى إرامي الدن حماد استمعن أهدون غل جوامع الديف ليل المدن ديقار إمدنا الدون الظلين. لذلك ربي تبارك وتعالى إن ياخ بأنه نذي تظلان أريد حفاظ غيف تظليت أها أردي توي تظليت يمشي نيخ ستيلي سلودونز دروكوعنز الخشوعنس السجودنس يمشي الناتي بين صلى الله عليه وسلم عيني قخينا الظلات يمشي الناي ثنين ذات ظلاخ والناتي ينسويا. ربي تبارك وتعالى إنا يا خيارينس إنا يا خاتين نجح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربي تبارك وتعالى يسولي الصورة خنانا صورة المؤمنون إنا خبيرنا تين وإنا ينجحل وإنا قلان تين الصفات زي الصفات إني لن تظليت الذين هم في صلاتهم خاشعون بمعنى داكش من تظليت دا تخمام غسل أمور تظليت وليت فق العقل سن الأمور الدنيت ولا توليش القضايا التجارة غدي المصالح سن ولكن دا تفكار يونا قلان دا قار القرآن ارتدبار والمولانا عز وجل ارتخمام ارتراعان يمشينا بنادم إخسات دي من قيد ربي عز وجل أهي الرغيس مولانا سبحانه وتعالى أهي النخر ربي سبحانه وتعالى الصفة يضين والذين هم على صلواتهم يحافظون وإن هذا يتحفظ غيف الظليت ودا غيف الضياع وإن هذا يتفلين المدن ذا يتدان هدون الظلين يمشي نادي دان غيف السلف الصالح لما نخل كل آخر مزورا نخ ناري تقدر مولانا عز وجل نال العلماء نغيف سنسول إنش لله يوك ذا يخدم ذا يتهزا قنزيم أقنزيم جدا يقاز ذا يتهزا قنزيم غاز ذا يتفلي الله أكبر وذا يستسرح ذاتي التجاي دور تظليت مشي الله كذلك يسال ساقن زيم يفلي المدن وذاتي تهزا ذاتي دور تظليت. المعنى هو والتخ أن إم زهورة نغفر ضرب سبحانه وتعالى إرضى غيف سن لأن ورضي عن تظليت لأن ذا الزهور تظليت كل شيء. ها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيل القدوة نخنا موداج يمشي نغيف سنان الصحابة الكرام دا يخدم يمشي لنا غير سنان توتمينس دا انت خدمي تا دارت نسنزي التواضع صلى الله عليه وسلم ولكن غاز زيت الدن المدن يمشي لنا تنا عائشه غير سرد ربي امي وريسينا وذيوكي تا دارت غاز زيتين المدن الله اكبر امي وريسينا وذيوكي تا دارت يدو اكشم غير الجامع هذه الظل فيمشي تخيل خساني لي ايتما ذي ستما لان تظليت ولا يتظلانا يا عرينس. ربي سبحانه وتعالى ذا سيكال جرختار ربي تبارك وتعالى ذا سبعات زي المنكر يمشي نادي الداني القرآن الكريم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ربي سبحانه وتعالى إن ياخ بأن تظليت أن ذا تتظلان ذا سبعات زي النور ظل ذا سبعات زي المسائل النور حلين أرثي التوي ذايما غل الأمور نيزيل غل الأمور نزي نفعشة زي الأمور نغيف سترضو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أي موت ما تظليت لمرنص يعظم غير مولانا عز وجل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم العماد أحمر من الدين ليديا تظليت أحمر أحمر نتخامت يمشي نيا وحمار ميديان أحمر هو ودخ ذي تيرين أما سنتخامت ذي تسي تخامت يمشي نخا يتيا تظليت انت تيديان أحمر للإسلام ونمي اللواء إصحى هاتين ورثنيت خمسة ست توتي امشي ناخ ونمي ثلا تظليت نصحى هاتين ورثني الدين صدي ضاع. ربي سبحانه وتعالى إدى ذاتي شهيشاسي هيشاس فلذلك يما وتما إخستيسن بأن أين إلا نغراخ ذو الكفر نغدين إلا نغراخ ذو الشرك هاتين تظليت امشي نادي داني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنا خاتين ورلي غراون ذو الكفر ولا غراون الشرك خاص تظليت ونذا يتظلان هاتين الحمد لله يبعد الكفر هاتين ونذا يتظلان هاتين يعرين سيستجبي مولانا عز وجل ونا يستجبني مولانا عز وجل. ربي سبحانه وتعالى ذا سيكاي الحياة نا يسعدن ين طمأنينة ين الراحة كوشي ذا سيكا مولانا سبحانه وتعالى. فلذلك يتما ذي استماء ورخسان ضيع تظليت يخسد سنش الحق تظليت يمشي نادي داني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن خمسان تظلون يروه تغيفون مولانا سبحانه وتعالى وإنه انتي ديون أهوري ضيعة ودي ميقزي ديكسن. ربي سبحانه وتعالى ذا سيكا العهد أتي شكشم جنة وليني وإنه انتي ضيعا ورديوي تظليت يمشي نادي خسدتي لي وريشي الحقوق تظليت. ربي سبحانه وتعالى ذا يكتشمو يدخي المشي أنس مشي را يعدبث مشي را يغفص سبحانه وتعالى مش هسي يغفر
هاتي الرحمن الرحيم أيدي سبحانه وتعالى استعدب هاتين زي العدل سبحانه وتعالى. فلذلك يموت ما فظليت هاتين انتهي ذي يلكو شي الدين إخصان الظال أهان اجتهدني في اللي المدن أهان تدوغ الجوامع غير سنتنحافظ الجماعة الجامع حما ربي سبحانه وتعالى دخي بارك الحياة نلخ حما الأعمال يضني النذي الدان التيلي توبنا غير فحمار تتظليت أهي لي كل شي صحا لما نخيت ما ذي استماء يمشي النذي الدان الحديث ثكا دائما تتظلى اللي ذي داع القرآن الكريم يدو دي السنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي سبحانه وتعالى وريكيس تظليت مدن وخلني الحرب كل أخي السن بأن اللي تظليت تسمى صلاة الخوف تظليت تدي تقد الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي النادي الداني القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى إنا يمدن وخاث اللام الحرب وخاث اللام دو عدون وريخصات ضيع متظليت ما يتقام دا يتظل شاء أردي فغيش مشحمة التقييم دائما تظليت دائما تحضر دائما تحضر للمؤمنين دائما تحضر للقلوب المدن. فلذلك يتمذي استماع دو انتيني خارتيني خيخ فينو عار تظليت العار تظليت نون هاتينو النير نادي ربح دا يتحافظ في تظليت والنير انا دي خسر دا يضيع تظليت دا انت تري ربي سبحانه وتعالى اداخي زوين يتحافظ في تظليت ارديس نتيلو الخشوع تظليت حماد ملاقين دمولنا عز وجل رضا غيفسن امين والحمد لله رب العالمين.